خد رقم الشيخ عمر معروف، خد رقم الشيخ عمر معروف لنحكي معه. لا فصلنا عندي فصلنا السيارة، يطلع السيارة. لا هنا مفتوح. تقريبا 3:30 صار في رشيقات اشتباك يعني بين بالأسلحة النارية، مش مدفعية ولا شيء. بعد شي نص ساعة 4 صار القصف المدفعي، وصار القصف يعني حوالي هون حوالي هالمنطقة ولا تحت على الخلال. تقريبا ظل القصف متتابع تقريبا شي 3/4 ساعة، ساعة هيك شي. يعطيك العافية عم، بس سؤال بس، شو عم يصير؟ بس قلنا يعطيك العافية.